يالله اليوم ناخذ أمثلة على موضوع الديفليكشن بطريقة الدبل انتجريشن ميثود. وبهذا الفيديو راح نحل يعني سؤالين، والحقيقة احنا راح نستمر بحل أمثلة، ولكل مثال إلى الحالات الخاصة اللي به. كل مثال هو عبارة عن يعني فكرة جديدة تختلف عن المثال الآخر. السؤال الأول هو عندك simply supported beam بي ديستريبيوتد لود بهذا الشكل، مقدار 6 كيلو نيوتن بير متر، الطول مالته 4 متر. المطلوب هو ايجاد الماكسيمم ديفليكشن مالته، وايجاد الروتيشن بالار 1، روتيشن مالت البين بالار 1 ايش قد يصير، شلون يميل يعني البيم بالرياكشن اللي هو ار 1. اعتياد احنا يعني اول خطوة لازم يعني نطلع قيمة الار 1 والار 2، واعتياد هنا يعني uniformly distributed symmetrical beam راح تصير ار 1 مساوي الى ار 2 وتساوي 6 في 4 على 2 وتساوي 12 كيلو نيوتن. اعتياد احنا لمثل هذه الاسئلة يعني راح مثل يعني بالطريقه اللي احنا يعني راح نعتمدها اللي هي دبل انتجريشن ميثود، نقول اي واي دبل بار هي عباره عن الام اكس مساوي الى المومنت، والمومنت ناخذه بمقطع البيم، مقطع للبيم على مسافه اكس من جهة اليسار. يعني معناها هنا راح تصير، ونكتب معادلة المومنت للمقطع هذا، يعني راح تصير موجبة 12x ناقصا 6 في x، هذه القوة 6 في x 6x في بالنص راح يصير في x by 2، يعني معناها هذه راح تصير 12x ناقصا 3x سكوار. على هذا الاساس EIY bar راح تساوي 6x سكوار، يعني نكاملها ناقصا x تكعيب زائدا C1، وهذه تمثل لك معادلة رقم واحد. نستمر EIY راح تساوي 2x كيوبك ماينس x أس 4 على 4 زائدا C1x زائدا C2، وهذه تمثل لك معادلة رقم 2. ولحل ذني المعادلات حتى نطلع C1 وC2 ندور على الباوندري كونديشنز اللي بالبيم. اعتيادي احنا لانه هذا simply supported ولانه distributed load ثابتة القيمة مالته، مو مقدارها 6 الارتفاع، والبيم symmetric، نتوقع انه البيم راح يصير بهذا الشكل، هذا ياخذ هذا الترتيب، يعني معناها هنا راح تصير الماكسيمم بالنص، راح تصير الماكسيمم، وعندنا هذه النقطة وعندنا هذه النقطة وهذه النقطة معلومة حالاتها معلومة، يعني معناها x تساوي 0 هذه بالأولى، معناها at x تساوي 0 عندك الواي تساوي 0 ايضا، الواي تساوي 0 هسه هاي ممكن انه نعوضها بالمعادلة رقم 2، نقول sub in 2 راح تصير عندك 0 تساوي 0 ناقصا 0 زائدا 0 زائدا C2، معناها C2 راح يساوي 0، C2 راح يساوي، هذا أول واحد طلعناه،
زين بعد شعدنا at x تساوي 2 مثلا y bar يساوي 0 والواي بار اللي هو الميل الواي بار اللي هو ميل الإلاستيك كيرف اللي هو هذا ميل الإلاستيك كيرف واعتيادي بنقطة انقلاب هاي للدالة مالته فراح يصير الميل مالتها مساوي إلى 0 من تكون X مساوي إلى نص المسافة يعني 2 نعوض هاي صار إن 1 راح نقول 0 يساوي 6 في 2 تربيع ناقصا 2 تكعيب زائدا سي 1 من عندها راح نطلع سي 1 يساوي اعتقد تطلع ناقصا 16 ناقص 16 اذا نقول EI Y راح يساوي EIY راح يساوي 2 X تكعيب ناقصا X أس 4 على 4 ناقصا 16 X هذه هي معادلة I مثل معادلة الإلاستيك كير يعني معناها هسه لو نريد نستخرج قيمة الديفلكشن في أي نقطة من النقاط علينا أن نعوض قيمة X فقط يعني مثلا EIY maximum اللي هي at X تساوي جيد 2 at X تساوي 2 راح تساوي 2 في 2 تكعيب ناقصا 2 أس 4 على 4 ناقصا 16 في 2 هذه راح تطلع عندك ناقصا 1.86 مليم 1.86 مليم والناقص هي لأنه الديفلكشن للأسفل تطلع 186 هسه إذا أريد الأنجل أوف روتيشن معناها اللي هي هاي الثيتا علينا أن نوجد الواي بار هسه هذه الواي ماكس تطلع هنا بعد ما نعوض الاي اي مو علينا أن نوجد الواي بار رأت اكس تساوي جيد رأت اكس تساوي زيرو راح يساوي الواي بار راح يساوي ات اكس تساوي 0 راح يساوي على اي اي على يعني معناها ويساوي على الاي اي راح يساوي شقد هنا 2 0 صح ناقصا 16 اللي هي قيمة السي على هذا الأساس نقدر نقول الثيتا يعني معناها الثيتا راح تساوي وخلي نكتبها يعني إيه هنا أنا راح أكتبها الثيتا راح تساوي تان إنفرس ناقصا 16 مو ناقصا 16 على الاي اي اللي هي 86 ومن عدها راح تطلع قيمة الزاوية هاي